سعيا إلى تسهيل عملية الاتصال بين أجهزة الاستشعار الموجودة في مختلف أجزاء السيارة، قام المهندس أحمد دمورو بتصميم دائرة اتصال لوحدات التحكم الإلكترونية الخاصة بالسيارات. المزيد نتابعه في هذا التقرير. في ظل التقدم التكنولوجي وظهور الذكاء الاصطناعي وتعدد مهام الروبوتات الذين أصبحوا من سمات القرن 21، تمكن المهندس أحمد مورو من تصميم دائرة اتصال لوحدات التحكم الإلكترونية الخاصة بالسيارات، وذلك لتسهيل عملية الاتصال بين أجهزة الاستشعار الموجودة في مختلف أجزاء السيارة. فكرة أن وحدات التحكم الإلكترونية دي بتتواصل ما بينها وما بين بعضها عن طريق انها بتنقل مجموعه من الاشارات، والاشارات دي بتتطلب ان احنا ننقلها بشكل عالي جدا. احنا بنتكلم في الرينج مثلا بتاع الملي سكند ما بين وحدات التحكم الالكترونيه وبعضها، زي مثلا الكراش ديتكشن. انا مثلا لو العربيه ماشيه وحصل مثلا حادثه، انا وظيفتي كوحده تحكم الكترونيه ان انا اقدر اديتكت ده بسرعه وابعته لوحده التحكم الالكترونيه المسؤوله انها تفتح الاير باج او اكياس الهواء. فكان الحل في ايه؟ ان انا ابدا افكر ان انا اعمل تصميم لهاردوير مبني على فكرة ان هو بيفهم الاشارات دي، ان هو بيقدر ياخد الاشارات دي وبيقدر يفهم المعلومات اللي جواها وبيقدر ينقلها ما بين وحدات التحكم الالكترونية وبعضها. قام أحمد بالتقديم للحصول على براءة اختراع عن تصميمه من مكتب براءات الاختراعات بالولايات المتحدة الأمريكية. الفكرة كان التحدي الأول ان نوعا ما الناس لسه دي حاجة جديدة، فهم مش فاهمين انا بعمل ايه، ومش فاهمين اذا كان ده فعلا هيبقى احسن ان احنا نبدا نصمم هاردوير يقدر يفهم ان هو ينقل الاشارات دي ما بين وحدات التحكم الالكترونيه، ولا ان السوفت وير ده كان حل كويس. التحدي الثاني ان انا في الاخر عايز ابدا اقارن التصميم اللي انا عملته بالتصاميم اللي كانت موجوده قبل كده، فكان الهدف ان انا اقدر اجيب شويه بيانات واقيسها على التصاميم الخاصة أو اللي كانت موجودة قبل كده وأقارنها بالتصميم بتاعي وأتأكد فعلاً أن التصميم بتاعي أسرع. يسعى أحمد مورو إلى تطوير التصميم الخاص به، كما يأمل أن تنتشر عملية تصميم وتصنيع وحدات التحكم الإلكترونية للسيارات بمصر. أنا نفسي طبعاً أن المجال اللي أنا شغال فيه أو اللي هو مجال الأوتوموتيف أن هو ينتشر في مصر بشكل كبير، ونبقى إحنا نوعاً ما مش بس أن إحنا بنصمم سوفت وير، لأ إحنا كمان نشارك في الاندستري دي، نصنع إحنا وحدات التحكم الإلكترونية أو أن إحنا نوصل أن إحنا نصنع السيارات زي طبعا ما في دول كتيرة بتعمل كده. فأنا نفسي أن مصر توصل للمرحلة دي.